إذاعة الكبار من القاهرة، إحنا اللي علمنا التاريخ يكتب حروفه بمجدنا، وإن الحضارة عشان تقوم لابد ما تعدي هنا. موسوعة المصر القديم، إعداد وتقديم مصطفى محمود. أهلا بكم أصدقائنا الأعزاء، وما زلنا مع موسوعة مصر القديمة. المصري القديم عرف بأنه كان له جلد وكان له سطوة لا يستطيع أحد في العالم أن يماثله في كل ما يقدمه. المصري القديم تميز تميز باهر في حضارته عن أي حضارة أخرى، وما زلنا نتحدث عن الحضارة الجديدة القديمة جدا الضاربة في عمق التاريخ التي وجدت على بعد 100 كيلو غرب أبو سمبل. وما زال معنا الكاتب والمؤرخ الكبير الأستاذ بسام الشماع، نتحدث سويا عن هذه الحضارة الجديدة المكتشفة حديثا ولكنها ضاربة في عمق التاريخ. مفاجأة تاريخية مضوية، الصدى بتاعها يجعلك تفكر وتفكر مرة أخرى في أن التاريخ دائما وأبدا ما يبعث إلينا برسائل. فحواها أنتوا لسه ما عرفتوش إلا النظر اليسير من التاريخ المصري القديم. هذا الاكتشاف توقفنا في الحلقة الماضية على أنه قطره بمجموعة من الأحجار موضوعة بمترصب بطريقة معينة بحيث أنها توجه إلى جهات معينة، فعندما تم دراستها وجدوا أن هي بتوجهنا إلى الشمس في المكان ده اللي هتظهر فيه في أول يوم في فصل الصيف، وهو في نفس الوقت أول أيام موسم الأمطار. طيب بالنسبة لهذه الثقافة، الناس اللي قاعدة ديت اللي اخترعت أول أداة تقويم وأول أداة زمن وأول ساعة وأول مزولة وأول ديجيتال واتش، ساعة رقمية بس هي ساعة حجرية لو تحب، يعني دي الأربعة القطر 4 متر، دي المينا بتاعت الساعة بتاعت دلوقتي. هذه ثقافة عجيبة لأنها أولا ثقافة جنوبية عظيمة تليدة، يبقى إذن الذي علم الوقت للعالم هو الجنوبي المصري. وما تستغربوش قوي لأن الحضارات عامة ما بتسطع في الجنوب، ودي حاجة عجيبة. لما تبص على حضارات العالم تجد الجنوب دائما هو السباق في هذه الأمور، ومصر لم تكن مختلفة في هذا الأمر. بين قوسين إن احنا عايزين نوضح لكل أصدقائنا المستمعين إن الغرب دائما كان يسخر من الجنوب حتى يشوه الصورة المصرية أو بناة الحضارة المصرية بشكل أو بآخر أمام المصريين الذين يعيشون في الوجه البحري. نعم، أنا أقول يعني دائما ما أقول في موضوع السخرية، لأن أنت دي مهمة قوي، يزرع لك جوه موروثك السخرية بين أفراد المجتمع الواحد، ولما بينجح في ده عن طريق أفلام، عن طريق التسجيلات، عن طريق شخصيات، عن طريق محاضرات، عن طريق كذا، في بعض الأحيان أنت بتبتلع هذا وبتبدأ تؤدي نفس الأداء من غير ما تاخد بالك. نحن هنا لا نتكلم عن نظرية مؤامرة، نحن نتكلم هنا عن إهمال ما حصل في فترة معينة. خد عندك مثلا من ضمن الحاجات، إحنا بنعمل إيه؟ إحنا بنستحضر التاريخ ليه؟ يعني أنا وإنت قاعدين هنا بنسجل هذه الحلقات من موسوعة مصر القديمة ليه؟ علشان لما نيجي نستحضر هذه الحوادث نستفيد منها، نتعظ بيها. طيب سيحوا في الأرض شوفوا الدنيا كلها فيها إيه. فإذا من ضمن الطلبات اللي إحنا نطلبها من الناس، خد بالك، مرة واحد صعيدي هذه الجملة، هذا معنيته. نعم، مرة واحد صعيدي دي يجب أن تلغى من على ألسنات. طب أنا أقول لك على حاجة تانية بقى، مرة واحد صعيدي بنى حضارة، هي الأقصر دي صعيدي، أسوان جنوبي عظيم نوبي،
المنيا، أسيوط، المنيا، الله ينور عليك. المنيا دي لوحديها إهناسيا، إهناسيا المدينة بني سويف، برافو عليك تاني. خد عندك المنيا، خلينا نمسك في المنيا دي، مغار، أبو رغاص، بني حسن، بني مزار، بني مزار، هرجع لك لبني حسن، 39 مقبرة منحوتة في الجبل، منحوتة وليست مبنية في الجبل بجانب بعضهم البعض، مترصين كده، تطلع كده الجبل تلاقيهم مترصين، خش تشوف المقبرة، حاجة إبداع، ألوان إيه ونحت إيه، ولا واحدة فيهم من 39 دول بتوع ملك، بتوع حاكم للبلاد، لكن كان محافظ للمنيا زمان، كان رجل بتاع التجارة هناك، رجل المسؤول عن كذا، مسؤول عن كذا، كان مش عارف كده. يبقى إذن هذه المقابر مقابر متفردة، لأنها واخدة نفس الإمكانيات بتاعة الملك. الله، دول شخصيات مهمة قوي بقى، خنوم حتب، إمن محات، خيتي، باكت، هذه الأسماء. إلى الحضارة القديمة الجديدة التي اكتشفناها حديثا، وهي تهتم أو ما لوحظ في البداية، طبعا هناك اكتشافات جديدة، ولكن لوحظ أنها اهتمت كثيرا بالاتجاهات الأصلية، والهرم أو الأهرام تهتم وهي حديثة بشكل كبير عن هذه الحضارة القديمة، اهتمت بالمقام الأول بموضوع الجهات الأصلية. إذا ربطنا بينهما، لماذا اهتم المصر القديم بهذه الجهات بشكل كبير؟ اولا ده اكبر دليل اللي حضرتك قلته دلوقتي، ده من واحد اكبر دليل ورد على اللي بيقول ان في حضارات غير مصرية هي اللي بنت الهرم، لان الهرم لم يبنى في يوم وليلة، الهرم دوت نتاج وافراز محاولات، منها ما نجح ومنها ما فشل. ايوه، لدينا هرم ناقص في مصر، هرم ما يدوم ده ايه، ما في جانب منه وقع وهو بيتبني، فتعلم المهندس هنا، يعني قصده لك التطور ده لغاية لما وصلت في الآخر خالص لهرم دهشور اللي هو أول هرم يعني كامل، إذا إيه إذا جاز التعبير طبعا من كامل إلا الله سبحانه وتعالى، اللي هو بهرم دهشور مش هرم خوف، هرم الملك سنفرو، سنفرو ده يبقى أبو خوف، أول هرم تستطيع أن تقول عليه هرم كما تعلم أنت كلمة الهرم هو ليس هرم خوف، ده كده تصحيح على ماشي كده. طيب نرجع مرجوعنا بقى، يبقى إذن القصة لها دعوة بالإيه، الغرب يقول لك إيه، trial and error، history is trial and error، التاريخ المحاولة والخطأ، المحاولة والخطأ لغاية لما توصل، زي الطب وزي كل أي علم. حلو، فأنت بدأت حكاية الاتجاهات ديت وركزت فيها كويس جدا، فأصبحت أنت البايونير أو أنت أول من أرسى قواعد علم الفلك، والفلك يفيدك في 500 مليون حاجة لو أنت في الحضارة القديمة. أولا يفيدك في أن أنت عرفت أن المية جاية أمتى، طب وده يفيدك في إيه؟ انت لاحظت حضرتك لما جيت قلت لك الاكتشاف بتاع الثقافه ده حصل على بعد قد ايه من ابو سنبل؟ 100 كيلو، يعني انت مش على وادي النيل. يبقى هذه عباره اخرى يجب ان نغيرها، لان انت في كل كتاب بتقراه يقول لك ايه، وقامت حضاره مصر على ضفاف نهر النيل، اسف، حضاره مصر قامت على ضفاف نهر النيل، اه طبعا، ولكن بدايات الحضاره ذات نفسها ما كانتش على ضفاف نهر النيل ولا حاجه، والدليل اهو، أول أداة زمن ووقت في العالم حدثت 100 كيلو غرب أبو سنبل. فدي واحد. اتنين، دي أسخن حتة في أفريقيا من حيث الجفاف. تلاتة، وجدوا هناك شقفات من تلك القارورات اللي كانوا بيستخدموها في المية والشرب والسوائل وكذا، ولقوا فيها أكبر عدد من الشقفات مكسور في أفريقيا، وجدوها في هذا المكان.
وجدوا هناك جبل كان يطلق عليه وما زال يطلق عليه نبتة، جبل نبتة. فلما كان المطر بينزل، درسوا بقى العلماء، لما كان المطر بينزل كان بيملأ بحيرة، بحيرة بالإسباني يعني بلايا، شاطئ أو بحيرة يعني بلايا. فأطلق على هذا المكان الذي لم يكن له اسم، اسم على خريطة مصر، انت ده مكان قريب من طريق العوينات المرصوف، بس كانش حد يعرف ان دي صحراء جرداء، كان الناس يتخيلوا انها بلا حياة ولا ماء، طلعت فيها ثقافة هزت الدنيا كلها. فأطلق على هذا المكان اللي ملوش اسم، فأطلق على هذا المكان نبتة بلايا. بسام شماع المؤرخ وكاتب المصريات، من المعروف أن مصر سادت العالم لفترات طويلة جدا، وهذه الحضارات التي توالت في مصر كان لها أثر كبير جدا، وأعطت كل حضارة تأتي تعطي بمزيد وتجود بمزيد، ولكن في ذات الوقت كانت تمحي ما كان قبلها، وهذه مشكلة كبيرة، وما زالت هذه المشكلة موجودة في مصر حتى هذه اللحظة. نعم. ترى لماذا يمحي الجديد القديم؟ لأن ببساطة شديدة يعني إذا كنا نحتفظ بالتاريخ وكنا أمة متحضرة، فعلينا أن نحتفظ بما هو قديم كي نعرف ما هو قادم، أو نأخذ العبرة لما هو قادم. نعم. فلماذا كنا دائما نمحي القديم؟ يجب أن نأخذ حضرنا في موضوع أن أنت تقرر قرار معين تجاه الشخصية المصرية القديمة عبر تاريخ ملك. عشان كده أنا دائما وأبدا بأطالب بأن تاريخنا يجب أن يكون التاريخ اللي تتعلمه أنت في المدرسة وتتعلمه هي في الجامعة يكون تاريخ الشعب المصري القديم، ولكن التاريخ اللي أنت بتذكره ده تاريخ معبدي. أنا حتى نحط كلمة كده اسمها التاريخ المعبدي، اللي هو المعبد بتاع الملك، والمعبد بتاع الملك، يبقى أكيد كل حاجة حلوة عن الملك هتتحط في المعبد. يبقى إذن أنت تقرر أن عشان رعمسيس الثاني حط الخراطيش الملكية بتاعته أو الأسماء الملكية بتاعته على تماثيل إمنحتب الثالث، وهو أجمل أو تعتبر أجمل فترة نحت في تاريخ مصر من وجهة نظر متواضعة هي فترة إمنحتب الثالث، وتحطمس أو جحطمس الثالث. فرعمسيس جاي من أسرة تانية خالص، يعني رعمسيس الأسرة 19، ومنحتب الثالث اللي احنا خطأ من زميئة من حطب الثالث جاي من أسرة 18، ولكنه وجد أن تماثيله جميلة وكذا، فحط الخراطيش الملكية بتاعته عليه، فأخذت على الحضارة المصرية، الحضارة المصرية والشخصية المصرية. لا، أنا لا أحكم على حضارة من ملك، من فعل ملك أو فعل كاهن. أنا أقول كل الحضارة دي بتعمل إيه، الثقافة دي كلها بتعمل إيه. هل بقى حضرتك كمذيع في ماسبيرو، أنت مش ملك أهو، ولا حاكم ولا كاهن أعظم ولا وزير ولا أحزنه، صح؟ هل أنت عملت ده؟ هل المصري القديم اللي ماشي في الشارع ده عمل كده مع جاره، أخد بيته وحاطط اسمه عليه؟ ما سمعناش عن دي. يبقى إذن عندما أنا أحكم على حضارة لا أحكم عليها بشخص. يعني خد دلوقتي كده عشان نسهلها للسادة المستمعين، أمريكا، تحكم على أمريكا من جورج بوش، ولا تحكم على أمريكا من الأمريكان، ولا تحكم على أمريكا من الكونغرس، ولا البيت الأبيض، ولا السي آي إيه، ولا المخابرات الأمريكية، هتحكم عليهم بإيه؟ هتقول الأمريكان دول إيه؟ شعب. أنا لازم أحكم على الناس بشعب،
طيب تعال بقى مصر القديمة. لا، مصر القديمة شعب به الصالح وبه الطالح وبه المجرم وبه الإنسان الخير، بل لقد رصدنا في سليم حسن في موسوعته الشهيرة رصدنا حالات تحرش في مصر القديمة. نعم، وبالاسم، وتم اتهامه وكان موظف في الحكومة. بلاش، من هو ده؟ انا اعمل لك بقى عليه حلقة الواحدة. اسمه بانب. بانب هذا انا اطلقت عليه آل كابوني العصر، لان بانب عليه اكثر من 25 اتهام. الراجل ده اكيد ملفه في النائب العام. فانا قصدي اقول لك هذا يا جماعة، انا نفسي يعني كلنا نوصل ان مصر القديمة ده كان مجتمع زينا بالظبط، في الطويل والرفيع والتخين، وفي الموظف الجاد، وفي الموظف المرتب. كان في رشوة. ايوه، كان في رشوة في مصر القديمة، وكان في عقاب للرشوة، وكان في سجن وكذا. نرجع مرجوعنا نحل اشكاليتنا بكلمة واحدة، هو ان موضوع ان انت تحكم على حضارة فلتحكم عليها من افعال المجتمع وليس من افعال الحاكم. إن شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله نستكمل هذا الموضوع. نشكر الأستاذ بسام الشماع، المؤرخ وكاتب المصريات، وهذه تحياتي مصطفى محمد. إحنا اللي علمنا التاريخ يكتب حروفه بمجدنا، وإن الحضارة عشان تقوم لابد ما تعدي هنا. موسوعة المصر القديم، إعداد وتقديم مصطفى محمود.